تحية لكم مشاهدي الأخبارية سوريا أينما كنتم إلى هذه التغطية الخاصة والمباشرة التي نفردها للحديث عما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية وليد المعلم وتحدث فيها عن تجديد تأييد الحكومة السورية لما جاء في مذكرة مناطق تخفيف التوتر التي تم التوقيع عليها في اجتماع أستانا الأخير حول سوريا. متابعة للنقاط التي جاءت في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية وليد المعلم، يضم إلينا عبر الهاتف من دمشق باسم شحاوي الكاتب والمحلل السياسي. تحية لك أستاذ باسم. تحية لك يا عزيزي. أهلا بك. أهلا بك. إذا نبدأ بالحديث عن النقاط التي جاءت في المؤتمر الصحفي للوزير المعلم. قال من بين النقاط التي تحدث فيها، قال نتطلع أن تحقق هذه المذكرة الفصل بين المجموعات المعارضة التي وقعت على اتفاق وقف اطلاق النار وبين جبهة النصرة والتنظيمات المتحالفة معها وكذلك داعش. هل سوف يتم حل هذه العقدة بالفصل بين النصرة والمجموعات الأخرى من خلال التطبيق على الأرض؟ نعم، في الحقيقة هذه النقطة بالذات كانت محور الاهتمام على مدى يعني أشهر وربما سنوات عديدة، يعني في كل المباحثات والجلسات التفاوضية التي كانت تجري في هذا الصدد. صحيح. والجانب الروسي بذل جهودا كبيرة جدا، حتى إذا كنت تذكرين في المباحثات التي كانت تجري مع الجانب الأمريكي في أيام إدارة أوباما، كانت هذه هي العقدة التي تقف عندها كل الحلول الأخرى والمساعي في هذا الصدد. وكانت الإدارة الأمريكية السابقة يعني تتنصل من كل التزاماتها وتعهداتها بمجرد الوصول إلى هذه النقطة التي تعتبر بالنسبة لهم مسألة يعني هامة جدا وخطيرة جدا بالنسبة لهم. اليوم يعني هناك على ما يبدو توجه لحصر هذه المسألة ودفع جميع الأطراف في هذا الصدد إلى دعينا نقول يعني خانة اليك هنا في هذا المسعى، يعني وهو أنه حتى يكون هناك فعلا مناطق تخفيف توتر دعينا نسميها كما جاء في المذكرة كما أطلق عليها. نعم. هذه المسألة لا يمكن أن تنجح أساسا طالما بقيت هناك أو بقي هناك تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المرتبطة به موجودا في تلك المناطق، وبالتالي من هنا جاء وضع المهلة الزمنية أو السقف الزمني لهذه المذكرة التي تستمر حتى 6 أشهر، وبعد ذلك يتم تقييم أو إعادة تقييم لما جرى خلال هذه الفترة، وإن كان هناك فعلا قد نجح هذا المسعى أو وضع هذا المسعى دعينا نقول على سكة السير فيه، أي الفصل ما بين الجماعات الموقعة لهذا الاتفاق وبين تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والتنظيمات المرتبطة به. وبالتالي نحن الآن دعينا نقول أمام اختبار جديد لصدق النوايا بالنسبة للأطراف الأخرى وعلى رأسها الضامن التركي لهذه الجماعات المسلحة وهو الضامن لهم في هذا الاتفاق. هذا الاتفاق أيضا كما قلنا هو اختبار جديد. ننتظر هذه المسألة ذكرها السيد الوزير وليد المعلم عندما قال ننتظر لنرى كيف سيكون الأداء، وبالتالي مؤكدا ومشددا على أنه بالنسبة لنا كسوريا نحن لا ثقة لدينا بالدور التركي، نحن ثقتنا موجودة في الضامنين الروسي والإيراني. وسوف أفصل في كل هذه النقاط سيد باسم. ينضم إلينا متابعة هذه التطورات الأستاذ رفعت بدوي المستشار والخبير بالشؤون الإقليمية معنا عبر الهاتف من بيروت. تحية لك أستاذ رفعت. أهلا وسهلا. أهلا بك. هل سيصار إلى تنفيذ هذه النقطة المتعلقة بالفصل بين النصرة والمجموعات الأخرى سيد رفعت بالنظر إلى التطبيق على الأرض بعد أن دخل حيز التنفيذ الاتفاق المتعلق بمناطق تخفيف التوتر في سوريا؟ يعني هناك 3 أمور وردت في المؤتمر الصحفي يجب التوقف عندهم بمليا لنفهم معنى هذه الفقرة، فقرة التفرقة بين التنظيمات المسلحة. أولا بداية يعني وهي أشبه ما تفضل به المعالي الوزير وليد المعلم، بداية إطلاق رصاصة الرحمة على ما يسمى بمؤتمر جنيف، عندما قال بأنه مؤتمر جنيف مؤتمر لا يزال ما يراوح مكانه لأنه الوفود المشاركة لا زالت تتلقى أوامرها من دول تدعم الإرهاب في سوريا. هذا رقم 1. رقم 2 هو عول كثيرا على مقررات مؤتمر أستانا، لأنه الدول الضامنة وضعت الآن وأولها تركيا. تركيا وضعت أمام امتحان عسير بالنسبة لتركيا، إما أن يعني تصفي النية وتعمل بجد على لردع هؤلاء المسلحين
ومنعهم من الانتشار وإلى آخره، وحتى التعاون بمقررات ستانا، وإما أن يكون الأمر مكشوفا لدى الجميع. الأمر الثالث اللي هو أهم بهذا كله، أن الدولة السورية أعلنت التزامها ليس عن عبثا بمقررات مؤتمر ستانا. هذا إعلان يضع الجميع أمام مسؤولياته، ومن ضمنهم أيضا الأمم المتحدة نفسها عندما دعوها إلى تبني مقررات المؤتمر ستانا، كي تكون الأمم المتحدة يعني تتبنى هذه المقررات ويصدر مقررات من قبل الأمم المتحدة تجبر الدول التي تساند الإرهاب للالتزام بمقررات ستانا. هذه الأمور الثلاثة هي عمود ما يعتبر المؤتمر الصحفي لمعالي الوزير وزير الخارجية السورية الأستاذ وليد المعلم. نقطة يجب أن أيضا أن نتوقف عندها، بأنه الروسي أيضا وضع الكل أمام مسؤولياته، وخاصة التركي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، بإنشاء هذه المناطق التي تسمى مناطق خفض التوتر، وليس كما شرح معالي الوزير المعلم بأنها لا صلة لها بمناطق آمنة وغير آمنة ومحظورة الطيران وما إلى شكل. مع التأكيد والتجديد بأنه إذا كانت هذه التنظيمات لم تلتزم بنود مناطق خفض التوتر، فإنها ستواجه مقاومة عنيفة وشرسة من قبل الجيش العربي السوري وحلفائه في المناطق المذكورة. نعم، كل هذه النقاط سوف أفصل بها كل على حدة، ما يتعلق بالدول الضامنة أتحدث عن تركيا بالتحديد ومدى التزامه والنقاط الأخرى، لكن ذكرت نقطة أنقلها للسيد باسم ما يتعلق بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن لدعم المذكرة المتعلقة بمناطق خفض التوتر في سوريا والتي قدمتها موسكو بطبيعة الحال، والوزير المعلم تحدث عن ذلك وقال بأن هيكون اختبار لنوايا الدول الأعضاء وخاصة الدول الغربية دائمة العضوية. هل سيحظى هذا المشروع الذي قدمته موسكو بدعم ويمر بطبيعة الحال من خلال مجلس الأمن؟ يعني لا يمكن أن نجيب بنعم أو لا نيابة عن تلك الدول الغربية، لكن بإطار التحليل نعم أعتقد أنه كما أسلفنا فإن موسكو تدفع الجميع باتجاه خانة اليك، فنحن نعلم أنهم جميعا دون استثناء كانوا يصرحون في المؤتمرات وفي اللقاءات وفي كل مناسبة تدعو لذلك، يصرحون بأنهم مع الحل السياسي في سوريا. أتحدث حتى عن تلك الدول الغربية التي تدعم جماعات الإرهابيين، هم يعني في إطار الحديث أو الكلام يتكلمون عن ضرورة أن يكون الحل سياسيا. الآن هذه الخطوة، هذه المذكرة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم من جديد من خلال هذه الخطوة التي رعتها موسكو ودفعت باتجاهها، واليوم هناك دفع باتجاه أن يكون هناك تبني من قبل مجلس الأمن لهذه الخطوة. أيضا مرة جديدة هناك اختبار جديد أمام هؤلاء. أعتقد بأن الظرف الحالي أو الظرف الراهن لا يترك أمامهم الكثير من هامش المناورة، دعينا نسميه، للعب على الحبال في هذا الوقت. قد نرى أو نشهد مثلا مطالبات بإضافة فقرة هنا أو تعديل فقرة هناك، لكن بالشكل العام أعتقد بأن هذا الاختبار جدي للغاية، وهو لا يسمح لهم كثيرا باللعب والمناورة. وبالتالي أظن أن هذا المشروع سيمر في نهاية المطاف. أستبعد في ذات الوقت أن يكون هناك محاولات تعطيل أو محاولات لعدم منح شرعية أو غطاء دولي، دعينا نسميه أممي، دعينا نسميه، لهذا الاتفاق. بكل تأكيد بغض النظر عن هذا وذاك، هذه المسائل باتت أمر واقع أعتقد نحن نتعامل معها اليوم. هذا الاختبار الجديد، أعود وأؤكد يعني وأشدد على أنه اختبار جديد، سيستمر لمدة 6 أشهر. سيكون من الجيد طبعا أن يحظى بغطاء أممي عفوا، لكن بطبيعة الحال هذه المسائل تسير على قدم وساق بانتظار لنرى ما ستفرزه الأيام القادمة لنا، ومدى التزام أولا الضامن التركي بهذه الجماعات المسلحة، ثانيا مدى التزام تلك الجماعات المسلحة ببنود هذه المذكرة. وعلى رأس تلك البنود هي مسألة تصفيد جيوب جبهة النصرة المتواجدة في مناطق سيطرتهم، وهذا الأمر عزيزتي يتطلب شيئا هاما جدا نؤكد عليه دائما، هو مسألة تقديم خرائط ميدانية توضح أين تتواجد
جبهة النصرة وأين تتواجد تلك التنظيمات أو المنظمات الموقعة على الاتفاق، وهذه تعتبر خطوة أولى للسير في هذا الاتجاه. نعم، هذه نقطة أقولها لأستاذ رفعت والتي تحدث بها سيد باسم. يقول سيد باسم بأن نجاح تطبيق هذا الاتفاق يتعلق بمدى التزام الضامن التركي بالتحديد، وهو ضامن للمجموعات المسلحة. التركي كيف سيتعاطى هذه المرة؟ في كل المرات السابقة كان يناور، كان يراوغ، كان يلتف على كل التفاهمات ويواصل دعم الإرهاب وفق المتغيرات الحاصلة وحتى الفتور بين الحاصل بين الولايات المتحدة وتركيا على خلفية التحرك الأمريكي في الشمال. التركي هل يلتزم هذه المرة أم يراوغ من جديد؟ قبل أن نبحث بالموقف التركي إذا كان سيلتزم أم لا، هناك محطات ثلاث حصلت قبل اجتماع أثيتانا يجب أيضا التوقف عندها، لأنه من خلالها أيضا أو من خلال تلك الاجتماعات التي تمت تم انبثاق ما يسمى التوافق على ما جرى في أثيتانا. المحطة الأولى هو استقبال روسيا لوزير خارجية قطر واستقباله لدى الرئيس بوتين. أيضا هناك محطة ثانية، وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير كان في زيارة إلى روسيا، وأنا كنت في ذلك في نفس الوقت، كنت في موسكو أيضا وطلعت على بعض ما سرب للإعلام في هذا الصدد. أيضا هناك وزير خارجية الأردن زار أيضا موسكو وتبحث في هذا الشأن. فإذا هناك ما يشبه توافق قبل اتخاذ قرارات التي اتخذت في مؤتمر أثيتانا، إضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي تم بين بوتين وترامب. نعم نعم، أقول بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. نعم صحيح، وأيضا بين وزيري الخارجية سيرجي لافروف وريكس تيلرسون للتباحث في أي مجالات وقف العنف في سوريا والبدء. وهنا بين هلالين يجب علينا التنبه لما قاله الرئيس ترامب بأن الأزمة السورية طالت أكثر من اللازم، وهذه الجملة لها معاني كثيرة. الجملة هذه تحديدا بأنه هذه يعني دلالة كبرى بأنه ما كان يخطط لسوريا طال، يعني هم كانوا يخططون لمؤامرة ببعد معين وبزمن معين، لكن صمود الجيش العربي السوري وصمود سوريا وصمود القيادة السورية أحبط كل آمال الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة وبعض الدول العربية في تحقيق مخططاتهم في سوريا. هلا في العودة إلى سؤالك بالنسبة للتركي، بالنسبة للنقاط الثلاثة أو الاجتماعات الثلاثة إضافة للاتصال الذي تم مع القيادة السورية، وإذا أخذنا هذا نتاج هذه الاجتماعات والاتصالات وذهبنا بها إلى أثيتانا بوجود التركي، التركي وضع أمام خيارين أحلاهما مر بالنسبة له، إما أن يكون مع الجانب الجهة الداعمة للإرهاب وسيخسر كل ما بناه مع الروسي، وهو ليس في وارد أن يخسر كل ما بناه مع الروسي، وإما أن يتماشى مع المرحلة الحالية يعني بالتماهي مع المواقف الروسية ويحفظ مصالحه. المعروف عن التركي بأنه غدار وهو يتلاعب على الألفاظ ويتلاعب على المواقف لما يأتي به لمصالحه، هذا أمر مفروغ منه. لكن الوزير المعلم أكد في خلال مؤتمره الصحفي أن هذه الفترة، فترة 6 أشهر، هي بمثابة امتحان للدول، وأن السيادة السورية ليست مدار أو ما يعني ليس لها إمكان للتداول أو ليست للتداول أو للشك، فهذا أمر مبتوت. فهو هذه المرحلة، مرحلة 6 أشهر، ستكون مرحلة امتحان للدول للدخول إذا نجحت هذه الخطة للولوج فيما يسمى بعدها ببداية الحل السياسي. هذا هو المشهد العام الآن. نعم، لكن وفق كل ما ذكرته والمعطيات والمتغيرات التي تحدث أستاذ رفعت، فرص نجاح تنفيذ هذا الاتفاق ماذا عنها؟ أنا أرى بأنه الآن مصالح الدول تتلاقى حقيقة، وبالدليل على ذلك تلك الاجتماعات التي حصلت في موسكو، ولو لم يكن هناك حد أدنى من التوافق على ما تم التوافق عليه في أثيتانا لما كانت مقررات أثيتانا ظهرت إلى العالم. وأنت تعلمين سيدتي بأن روسيا اليوم هي تعتبر بأن هذا الموضوع هو
هي صاحبة المبادرة، ويجب الحفاظ على أو الإحاطة بها للنجاح، يعني لدفع هذه العملية نحو الأمام، بالإضافة إلى المحافظة على المصالحات وإخلاء المناطق من المسلحين. كما ترين كل يوم في هناك مصالحات وإخلاء مناطق من قبل المسلحين والذهاب إلى مناطق معينة مثل إدلب وغيرها. بالتأكيد، مع التأكيد، بأنه الاتجاه الوجهة الكبرى اليوم هو نحو دير الزور كما أكد وزير المعلم وكما أكدت القيادة السورية. فإذا هناك محاولة جدية لإنجاح هذا المؤنبة. أعتقد يعني من خلال مراقبتي للأمور، أعتقد بأنه فرص نجاح هذه الفرصة هي أكبر من سابقتها بكثير. نعم أستاذ باسم، هل توافق الأستاذ رفعت بأن وفق كل هذه المتغيرات فرص نجاح هذا الاتفاق هي أكبر من سابقتها؟ نعم، حقيقة أتفق مع هذا الطرح نتيجة جملة من العوامل التي تفضلها وذكرها ضيفك الكريم، إلى عوامل أخرى عديدة. أعتقد أن المرحلة الحالية هي يعني مرحلة جديدة بكل ما فيها من تطورات ميدانية وسياسية. إذا أخذنا الجانب الميداني أيضا وإسهاماته في هذا الشأن، يعني في مسألة نظرتنا التي هي نوعا ما تفاؤلية في هذا الصدد، أعتقد بأن فشل المحاولة العسكرية التي يمكن أن نسميها المحاولة الأخيرة بالنسبة للجماعات الإرهابية، إن كان أولا على محور دمشق والضربة الشرقية لدمشق في جوبر والمناطق المحيطة، وثانيا في محور حماس الشمالي، تلك المحاولة العسكرية الأخيرة إذا ما سميناها كذلك لقلب التوازنات أو المعادلات الميدانية التي تميل كفتها بشكل واضح للجيش العربي السوري. مع فشل هذه المحاولات، مع فشل هذا الرهان الأخير إذا أسميناه كذلك وإذا صحت تسميته كذلك، أعتقد بأن أيضا هامش المناورة الميداني لدى هؤلاء بات ضعيفا للغاية، يعني ولا يمكن السير بهذا الخيار العسكري دون أن يكون الثمن باهظا جدا بالنسبة لهؤلاء. وأنا لا أتحدث عن الجماعات الإرهابية، أتحدث عن الداعمين لهؤلاء وعلى رأسهم تركيا بطبيعة الحال. وأعتقد بأن الرهان هذا، وخاصة بالنسبة لتركيا، أتحدث يعني الموضوع كان هام جدا، هذه المراهنة العسكرية وهذا العمل العسكري الإرهابي في هاتين المنطقتين اللتين ذكرتهما. أعتقد أن الرهان كان كبيرا جدا. مع فشل هذا الرهان باتت الخيارات شبه معدومة بالنسبة للجانب التركي، هذا على الصعيد الميداني. طبعا على الصعيد السياسي المسألة أيضا تتشابه نتيجة الموقف والوضع بالنسبة لتركيا، خاصة نتيجة إقصائها على الأقل لحد هذه الفترة من حسابات أمريكا فيما يتعلق بالرقة ومحيطها، وما لذلك من انعكاسات نعلمها جميعا على تركيا وما تعتبره بالنسبة لها أمنا قوميا. كل هذه الأمور من الواضح أن واشنطن رمت بها عرض الحائط. أتحدث عن الاهتمامات التركية والمخاوف التركية في هذا الصدد على الأقل حتى هذه اللحظة، أو ما تشير إليه كل الأنباء والمعلومات المتواردة في هذا الشأن. طبعا هذه المسألة أعتقد يعني أيضا أتفق مع ضيفك الكريم، وهو مسألة ذكرها السيد الوزير المعلم، والكل كان متفق على أن إحدى أهم يعني منعكسات أو توابع هذه المذكرة التي نتحدث عنها هو أن يكون هناك إمكانية التركيز بشكل أكبر ميدانيا باتجاه الشرق. نعم. وهي مسألة هامة جدا. طبعا سوف نتحدث عن أهمية هذه النقطة. لكن قبل ذلك، الموقف الأمريكي أستاذ باسم، حقيقة الموقف الأمريكي، لأننا نتحدث عن مخططات أمريكية وخطط بديلة حتى بعد أن فشلت المخططات السابقة، تحركات أمريكية سواء في الشمال الشرق أو حتى مخططات في الجنوب. صحيح عزيزتي، عندما ننظر إلى المسألة يعني نتراجع عن خطوة إلى الوراء لنرى المشهد بشكل أكبر وأعم وأشمل. الخطة أو الهدف الرئيسي والأساسي من وراء دعم الولايات المتحدة الأمريكية وكل هذه المنظومة الصهيونية لتنظيم داعش الإرهابي ومشتقاته في المنطقة الفاصلة ما بين سوريا والعراق، الهدف الأساسي والرئيسي منه هو خلق منطقة عازلة ما بين طرفي محور المقاومة، أتحدث عن دمشق والضاحية الجنوبية، وفي الطرف الآخر نتحدث عن بغداد وطهران. وهذه المسألة كانت جدا هامة بالنسبة لهم. عندما وصلت الأمور إلى نقطة معينة
بدأ العمل بالخطة باء. الخطة باء تتضمن أن يقوم هؤلاء الولايات المتحدة الأمريكية وأذرعها وأدواتها ومن يدور في فلكها بمحاولة دخول هذه المنطقة بحجة التخلص من داعش لإحلال جماعات أخرى تديم بالولاء لهذا المحور وتعادي محور المقاومة، لكن تحت شعار آخر غير شعار الإرهاب. وهنا يأتي دور ما يسمى يعني تلك القوات التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية في الشمال، وأيضا ما يسمى بجيش العشائر في الجنوب الذي هو يعني يعمل في تلك المنطقة بدعم أردني وبأوامر أمريكية. كما تفضلت، الأهداف الأمريكية في هذه المنطقة تنحصر في هذه المسألة، لذلك تأتي أهمية التحرك باتجاه الشرق بالنسبة للجيش العربي السوري. لكن بالنسبة للموقف الأمريكي، أعتقد أنه يأخذ أولويته اليوم من مسألة الواقع السياسي الذي تعيشه الإدارة الأمريكية الحالية، إن كان على المستوى الداخلي داخل واشنطن أو على المستوى الدولي في هذا الصدد. وأعتقد بأن دونالد ترامب يحتاج بشدة إلى ما يمكن تسميته بين قوسين انتصار على داعش، يستطيع أن يصرفه في السياسة وفي الداخل الأمريكي هناك، ليقول أنه الزعيم الذي استطاع أن يقضي على داعش الذي أوجده أوباما سلفه، وهذه نقطة هامة جدا بالنسبة له. لذلك نرى التركيز الأمريكي منصبا في هذا الاتجاه وفي هذا يعني في هذا المنحى وهذا المساء، موضوع الرقة وكيفية الوصول إلى الأهداف الأمريكية في هذا الإطار. وأعتقد بأنها يعني في هذا المنحى ربما تريد أن تساوم هنا أو هناك. تأتي مسألة أستنا وهذه المذكرة على طرف، في المقابل هناك مسألة التقدم باتجاه الرقة، وأن يكون هناك يعني دعينا نقول عمل مستمر في هذا. بكل تأكيد الرغبة الأمريكية هنا كما قلت، بالإضافة إلى مسألة تحقيق انتصار إعلامي يمكن أن يستخدمه دونالد ترامب، هناك رغبة في أن يكون الخطة الأساسية الرئيسية التي وضعتها تلك القوات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي لا تتغير بتغير الإدارات، يعني نتحدث عن تلك القوى الموجودة الراسخة الثابتة في الولايات المتحدة التي هي أساسا صاحبة هذه الخطة التي نتحدث عنها. أيضا يعني يرى دونالد ترامب بأنه لا يمكن أن يستمر في موقعه ومنصبه دون أن يسير في هذه الخطط، وإلا سيواجه مصيرا سيئا كما يعني دلته وأفهمته تلك القوى خلال الأشهر الماضية التي وجد فيها في البيت الأبيض، والطريقة التي تعاطت بها معه، والحملات الشرسة التي شنتها عليه خلال الآونة الأخيرة، ومحاولته للخروج من هذا الوضع بأي طريقة كانت. أعتقد بأن الوضع يبقى في هذا الإطار. أعتقد أيضا بأن التحرك المضاد في هذا الصدد، وأتحدث هنا عن التحرك العسكري الميداني للجيش العربي السوري والقوات الحليفة باتجاه المنطقة الشرقية، هو أيضا يأتي ردا على هذه المخططات، لأن الوصول إلى دير الزور في تلك المنطقة ومن ثم الاقتراب من الحدود العراقية أكثر سيوجه ليس فقط ضربة قاضية وقاسمة لتنظيم داعش الإرهابي، بل سيوجه في ذات الحين ضربة قاسمة لهذا المشروع الذي أتحدث عنه، هو الذي يستهدف سوريا والمنطقة الشرقية بشكل خاص. وهي نقطة هامة أنقلها الأستاذ رفعت. الوزير المعلم قال التوجه الآن هو أن نصل إلى دير الزور، أهمية ذلك لي إفشال ما يخطط له الأمريكي في الشرق السوري والفصل بين بغداد ودمشق. بالتأكيد هذا أمر يعني مبطوط منه، هذا قالوا بأنه السيادة السورية على كامل التراب السوري ليست مدار بحث أو مساومة، وهذا أمر مبطوط منه. لا يهمنا إذا كان الأمريكي يعني عمل إنزال في الشمال الشرقي لسوريا أو في مناطق أخرى، هذا لا يهم. وبالضرورة أيضا أن ننتبه، لأنه هناك جبهة جنوبية في عندك حشد أمريكي في الأردن، ووجه إلي أحد الحاضرين الصحفيين سؤالا عما كيف يعتبر التدخل الأردني، أو إذا كان هناك من قوات أردنية ستشارك في أي عملية عسكرية. رد عليه: نحن ليس في وارد الاشتباك مع الأخوة في الجيش الأردني، لكن إذا ما تخطوا الأراضي السورية سنعتبرهم قوة غازية معتدية مثلهم مثل غيرهم. يعني هذا أمر مبطوط منه السيادة السورية. فمن أجل ذلك يعني حتى لا أحد يعتقد بأنه سوريا أو روسيا، يعني هناك اتفاق جانبي أو من تحت الطاولة بأن يرضوا بوجود أمريكي في الشمال الشرقي لسوريا لقطع الطريق بين العراق وسوريا. وهنا أيضا نقطة مهمة، بأنه أكد بأنه نحن
والإخوة في العراق في خندق واحد ضد الإرهاب، وهذا يعني أنه لا يمكن القبول بقوة تقطع الطريق أو تقطع التواصل مع أو التنسيق مع القوة العراقية بين سوريا والعراق، هذا أمر مقتول. إنما كل هذه الأمور يعني يلزمها المزيد من الوقت والتنسيق، وأعيد وأكرر بأنه هذه هي مرحلة جسد النبض أو مرحلة امتحان النوايا، فترة 6 أشهر، وعلى أساسه ممكن أن يبنى شيء مقتضى. فإذا تحولت الأمور نحو مزيد من المعارك فنحن لها يعني 7 سنين ما أثروا فينا ولن تؤثر فينا إن شاء الله، سنكمل الطريق إلى نحرر سوريا من كامل الإرهاب. وإذا كانت نجحت هذه هي تكون مرحلة لحقن دماء السوريين وحقن دماء كل الأبرياء الذين يسقطون في كل يوم من على تراب الأرض السورية. نعم أستاذ رفعت، ذكرت نقطة فيما يتعلق بالمعلومات حول الحشود في والتحضيرات والمخططات الأمريكية في الجنوب، سيناريوهات التصعيد فإذا في المنطقة الجنوبية في المرحلة المقبلة أستاذ رفعت؟ يعني السيناريوهات هي كانت على قدم وساق، وخاصة بعدما استقدمت الولايات المتحدة العديد من السفن من الموانئ الإيطالية وأفرغت حمولتها اللوجستية في ميناء العقبة الودني، وتم الاستعانة ببعض الوحدات من الجيش الأردني للتنسيق فيما بينها. واليوم يعني يعلن عن أكبر عملية مشتركة، مناورة مشتركة أطلق عليها اسم أسد الصحراء أو مشاكل في 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 الأردن بين القوات الأردنية والأمريكية. كل هذا كان يحضر لما يسمى بخلق منطقة عازلة في الجنوب السوري، لكن هذا لن يكون، وأنا أؤكد لك لن يكون حتى لو يعني اضطررنا أن نخوض حربا ضد العدو الإسرائيلي مباشرة، لن يكون هذا الشريط ممكنا على الجبهة الجنوبية مع العدو الإسرائيلي أو مع الحدود الأردنية. هي الولايات المتحدة تريد أيضا قطع كل نقاط التواصل بين الأردن والعراق أيضا، وأن تشرف عليها وأيضا مع الحدود الأردنية السورية لضمان الأمن الإسرائيلي ولضمان يعني ما مخططات الولايات المتحدة. لكن أنا أقول لك بأنه كل هذا الأمر لن يؤتي أكله، لأنه التصميم على تحرير كامل التراب هو موجود، وأنا أقول لك بأنه يعني القوات الأمريكية المتواجدة اليوم في الأردن هدفها هي ما يسمى بالسيطرة على منطقة الشريط الحدودي وبعض أجزاء من البادية. وأيضا الرئيس الوزير المعلم أفاد بهذا الموضوع بأنه البادية مهمة لنا كما كل زاوية من زوايا سوريا، يعني لا أحد يفتكر بأنه نحن نهتم في مناطق ونترك مناطق أخرى، لا، كل التراب السوري مهم لنا وكل حبة تراب مهمة لنا من تحريرها من كل رس هذا الإرهاب الذي ابتلينا فيه. نعم أشكرك جزيل الشكر الأستاذ رفعت بدوي المستشار والخبير بالشؤون الإقليمية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. ذكر نقطة أستاذ رفعت أنقلها لك أستاذ باسم، كيف ستتم مواجهة ما يخطط له في الجنوب السوري؟ وتحدث الوزير المعلم قال نحن لسنا في وارد المواجهة مع الأردن، لكن إذا دخلت قوات أردنية إلى أراضينا دون التنسيق معنا سنعتبرها قوات معادية. أعتقد بأن هذا التصريح يعني واضح لا يحتاج إلى شرح مطول في هذا الصدد. أي دخول للأراضي السورية دون تنسيق مع الحكومة الشرعية في دمشق هو اعتداء، وهذه المسألة طبيعية جدا. وأنا أريد أن أسأل من هم في عمان اليوم، يعني إذا كنتم تقولون بأن الدفاع عن أمنكم إن كان يتطلب الدخول إلى داخل الأراضي السورية فأنتم ستفعلون ذلك، فمسألة أيضا تسري في الاتجاه المعاكس. يعني دعينا نذكرهم أيضا بأن المجموعات الإرهابية تعمل انطلاقا من الأراضي الأردنية، وغرفة عملياتهم موجودة على الأراضي الأردنية، ومقراتهم ومستودعات أسلحتهم موجودة على الأراضي الأردنية. فالأولى أعتقد يعني أن ينظروا إلى أنفسهم في هذه النقطة، وأنه إذا كانت الأمور تقاس بهذه الطريقة فالأحق بذلك هو أن يدخل الجيش العربي السوري إلى الأردن ويؤمن حقوقه التي باتت مرتعا للجماعات الإرهابية انطلاقا من الأردن. لكن
بطبيعة الحال عزيزتي، يعني دعينا نأخذ الأمور إلى الشق التحليلي السياسي في هذا الصدد. أعتقد بأن العامل الصهيوني هنا في هذه المنطقة تحديدا المنطقة الجنوبية هو يعني يأخذ الأولوية في هذا الصدد. لماذا؟ لأن الكيان الصهيوني خلال الفترة الماضية كان يتصبب عرقا تجاه نوايا محور المقاومة في هذه المنطقة بعد انتهاء الحرب وبعد الانتصار على الإرهاب في هذه المنطقة، التحضيرات التي يحضرها محور المقاومة لهذه المنطقة تحديدا، وبالتالي كان هذه المخاوف المتواجدة لدى العدو الصهيوني اعتبر أنه من الأفضل بالنسبة له لحماية أمنه في هذا الصدد هو إنشاء منطقة عازلة يملأها بما يسمى جبهة النصرة وباقي المنظمات الإرهابية المرتبطة بها، لتكون عازلا ما بين الجولان وما بين الجيش العربي السوري وحمر المقاومة في هذا الصدد. وبالتالي هو يريد أن تكون هذه المنطقة بالنسبة له هي مسألة هامة جدا، وبالتالي تأثيراته في هذا الصدد إن كان على الأمريكي أو على باقي المنظومة التي تدور في الفلك الأمريكي تأثيرات واضحة جدا في هذه المسألة في هذا المنحة. هناك سعي لأن تكون هذه المنطقة مشمولة بما فيها المناطق التي تتواجد فيها جبهة النصرة في تلك المنطقة حتى يتحقق له مراده، لكن بطبيعة الحال دعينا نؤكد مسألة هامة لكل من يستمع إلينا اليوم. القيادة السورية والقيادة العسكرية أيضا هذا الصدد تمتلك خططا واضحة لكل السيناريوهات التي يمكن أن تحدث في تلك المنطقة. هذا الأمر بالإضافة إلى التشاور والتشاور العميق حقيقة مع الحلفاء في هذه المسألة، لأن المسألة أثيرت قبل مدة من الزمن في تلك الآونة تحديدا جرت اجتماعات متعددة، كان أهمها هو الاجتماع ما بين وزراء دفاع كل من سوريا وإيران وموسكو، وطرحت المسائل جميعها بطبيعة الحال. أعتقد بأن مستوى التشاور والتنسيق وصل إلى مستويات عالية جدا، وضعت هذه السيناريوهات كاملة على طاولة البحث وكيفية التعامل معها في حال وقعت. نحن نتحدث أن هذه الخطط تأخذ بعين الاعتبار كل الخيارات بما فيها الخيارات الأسوأ، لكن بطبيعة الحال هذه المسائل لم تصل إلى هذه المرحلة بعد. هناك فعلا هناك طروحات في هذا الصدد، أتحدث من قبل الطرف الآخر، محور الآخر، محور المعادي لسوريا، بأن يكون هناك دخول للأراضي السورية من المحور الجنوبي بحجة التخلص من داعش كما أسلفت، التي هي مسمار جحا التي أرادوه منذ البداية. لكن هذه المسائل بطبيعة الحال لا يمكن أن تجري بهذه السهولة، هي ليست هذه السهولة على الإطلاق، لأن لها تداعيات كبرى إن كان على الصعيد الميداني في داخل سوريا وعلى الحدود مع الدول المجاورة وخاصة بالحدود الجنوبية، إضافة إلى التداعيات الإقليمية والدولية في هذا الصدد. لن تكون على الإطلاق أمورا هينة أو رحلة دعينا أو نزهة بالنسبة لهم على الإطلاق. وبالتالي أعتقد بأن المسائل واضحة بالنسبة لنا، نحن نسير في كل الاتجاهات ومستعدون لكل السيناريوهات المحتملة. أنا أود أن أؤكد على مسألة لاحظتها وأعتقد أن كل من كان يتابع المؤتمر الصحفي للسيد وزير المعلم قد لاحظها أيضا، هي مسألة الارتياح. يعني كل من تابع هذا المؤتمر يستطيع أن يخرج بانطباع أن هناك ارتياحا لدى السيد وليد المعلم، وهو ما يعكس ارتياحا للقيادة السورية بشكل عام تجاه أولا الصعيد الميداني على المستوى الميداني نتيجة الانتصارات التي حققها ويحققها الجيش العربي السوري في أكثر من جبهة وأكثر من اتجاه وأكثر من منطقة على الساحة السورية. ثانيا هناك ارتياح على مستوى التنسيق بين دمشق وطهران ودمشق وموسكو والمستوى الذي وصلت إليه العلاقات ووضوح الرؤية بالنسبة لهذه الأطراف بشكل كامل وشفاف تماما حول المواقف والخطوات التي تتبع الآن وما سيتلوها لاحقا. وبالتالي كما قلت لك هذا الارتياح نشعر به وهو نابع بطبيعة الحال من مجموعة عوامل لا أعتقد أنها سر بالنسبة لأي أحد، هي مسألة الصمود، قوة الجيش العربي السوري، صمود الشعب السوري، صمود القيادة السورية، وقوف الحلفاء موقفا حازما وثابتا في هذا الصدد مع القوى السورية المطالبة بحقوقها والتي تدافع عن حقوقها وشعبها ووطنها وتاريخها ومستقبلها. وبالتالي أعتقد أن الأمور واضحة.
وهذا الأمر ما يدعونا للتفاؤل حقيقة، وليس أن الآخرين يمكن أن يفوا بوعودهم. نحن لا نثق، يعني أعود وأؤكد مرة جديدة أننا لا نثق بهؤلاء. الأيام الماضية أثبتت أنه لا يمكن الثقة بهؤلاء. نحن نثق فقط أولا بالجيش العربي السوري وسواعد أبنائه، ثانيا بالحلفاء ووقوفهم الثابت معنا خلال الفترة الماضية دون أن يحيدوا عن هذا المبدأ رغم كل الضغوط والمواجهات. نعم، متابعة لما جاء في المؤتمر الصحفي الوزير المعلم، ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الدكتور وائل إمام الأستاذ في جامعة دمشق. مرحبا بك دكتور وائل. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين. أهلا بك دكتور وائل. تحدث الوزير المعلم عن المصالحات الوطنية، قال البديل الذي نسير في نهجه هو المصالحات الوطنية، وسوريا تمد أيديها لكل من يرغب في تسوية وضعه بمن فيهم حملات السلاح. تحدث عن مصالحة برزة وقال نأمل بأن تليها القابون، وهناك مخيم ليرموك تجري حوارات بشأن تحقيق إخلائه من المسلحين. وقال أعتقد أن المواطن السوري لمس أهمية ونجاعة مثل هذه المصالحات، أهمية الحاصل اليوم بإنجاز هذه الاتفاقات والمصالحات سواء في برزة أو حتى إن تلتها القابون وفي مخيم اليرموك، بحيث تصبح أحياء دمشق خالية من المسلحين دكتور وائل. طبعا هذا الكلام دقيق 100%، بمعنى آخر إن كلام الأستاذ وليد المعلم يعني ما يلي، يعني أن الحل للحرب على سوريا الواقع هو ليس حل مجتزأ، بل هو عبارة عن مجموعة متكاملة من الحلول. هذه الحلول تبدأ الوطنية في الداخل السوري، أيضا في مكافحة الإرهاب وكل من يرفض بإلقاء سلاحه في وجه الدولة والمجتمع، إلى الحوار الخارجي من خلال مؤتمرات الستاني وجنيف. وبالتالي المسار مستمرا في المصالحات الوطنية وسيبقى مستمرا، وهذا هو ضمان حقيقي للوضع في سوريا من خلال الذين يكتشفون أنهم قد ارتكبوا أخطاء تجاه دولتهم وتجاه شعبهم، وبالتالي فإن العودة إلى القانون السوري وإلى دستور الجمهورية العربية السورية فهذا الأمر مفتوح أمام الجميع. نعم دكتور وائل، تحدث أيضا الوزير المعلم قال لن يكون هناك وجود لقوات دولية تحت أشراف الأمم المتحدة، وقال الضامن الروسي أوضح بأنه سيكون هناك نشر لقوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة لهذه المناطق. أهمية هذه النقطة دكتور وائل لو سمحت؟ في الواقع هذه عبارة عن نقطة سيادية. نعم. بمعنى هو ليست قوات فصل دولية. نعم. يعني عندما يوجد قوات فصل دولية هنا المشكلة الحقيقية، بمعنى هون إلى بعدين، بمعنى أن كل التنظيمات أو الجماعات المسلحة التي قبلت بهذا الاتفاق فهي أصبحت الآن في هذه اللحظة تدافع عن سوريا وعن المناطق التي هي متواجدة فيها ضد تنظيمي داعش وجبهة النصرة، وكل تنظيم ارتبط بهذين التنظيمين، وهذا الأمر أصبح دلالة له واضحة أن تلك المجموعات المسلحة التي وقعت على الاتفاق أصبحت تدافع وتكافح الإرهاب في تلك المناطق التي هي متواجدة فيها. الطرف الآخر هو عبارة عن مؤسسات الدولة السورية كما ذكرت، بما أنه يوجد عناصر مسلحة في الداخل فلا بد من فصل، وهذا الفصل يتم عن طريق الشرطة العسكرية لأنهم يحملون السلاح. أما بالنسبة للدول الصديقة فإن دورها هو مراقب حقيقي لوقف إطلاق النار على أرض الواقع. نعم، أنقل هذه النقاط لك أستاذ باسم. أهمية هذه النقطة التي تحدث عنها الدكتور وائل وهي عدم تواجد أو ليس لن يكون هناك تواجد لقوات دولية في مناطق تخفيف التوتر، وكذلك التطورات المتلاحقة المتعلقة بتعميم مشهد المصالحات ما نشهده اليوم في برزة وربما تليه القابون ومخيم اليرموك أيضا. نعم بكل تأكيد كما تفضل الدكتور وائل، أعتقد بأن هي نقطة سيادية ومسألة سيادية بالدرجة الأولى، لأن مفهوم قوات الفصل الدولية والأممية يكون عادة ما بين كيانات مستقلة وكيانات يعني دعينا نسميها دول بين قوسين أيضا،
ولذلك هي مسألة مرفوضة جملة وتفصيلا بالنسبة لنا، وهي بكل تأكيد أيضا يعني خارج حسابات حتى الجانب الروسي أيضا. لكن وأنا أؤكد وأشدد على أن هذه المذكرة، هذا الاتفاق أساسا لم يكن ليبصر النور، ولم تكن لتتحدث به القيادة الروسية أساسا، لو لم يكن قد أشبع مباحثات ودراسة مع الجانب السوري بالدرجة الأولى، وبعد أن أخذ بجميع الملاحظات و دعني أقول الرؤية السورية في هذا الصدد، أبصر هذا الاقتراح نور، وبات اليوم يعني اتفاقا موقعا عليه من قبل الدول الضامنة في مؤتمر السنة 4. فيما يتعلق بمسألة المصالحات، أعتقد بأنها هذه الآلية أو هذه المقاربة بالنسبة للدولة السورية، أنا أسميها سلاح، هو أحد أسلحة الدولة السورية في مواجهة هذه المؤامرة التي تتعرض لها، وهذه الحرب الشعواء التي نخوضها منذ 7 سنوات إلى اليوم، وهو مسألة تفكيك المشهد. كما تفضل الدكتور وائل وأشار أيضا بأننا أصلا عندما خضنا هذه الحرب خضناها على مستويات متعددة، والمشهد كان معقدا للغاية، وبالتالي مقاربة الدولة السورية لهذه الحرب لا تأخذ فقط طابعا عسكريا بحتا أو سياسيا بحتا أو اقتصاديا بحتا، بل هو مزيج من هذه الأمور سوية، وبالتالي التعاطي مع هذا الواقع بالنسبة لكل منطقة على حدة، في مسألة أولا خضاع تلك العناصر الغير الراغبة بإنجاز مصالحة وإفهامهم من خلال الأداة العسكرية التي تمتلكينها الجيش العربي السوري بأن إمكانية تحقيق أي إنجاز بالنسبة لهؤلاء الإرهابيين غير ممكنة، وبالتالي القضاء على إمكانية أو دعيني أقول حلم الانتصار في هذا الموقع أو ذاك، وبالتالي ثانيا الرضوخ لمسألة التفاوض، ثالثا الرضوخ لمسألة الشروط التي تفرض، من لا يرغب بتسوية أوضاعه يخرج إلى خارج تلك المنطقة، من يرغب يبقى ويسوي وضعه بشكل كامل في هذا الصدد، أعتقد بأنه سلاح هام جدا تستخدمه الدولة السورية. وأهمية الحاصل أستاذ باسم بالنسبة لليوم، المصالحات التي تجري اليوم سواء في برزة أو كما تحدثنا ربما القابون ومخيم اليرموك وانعكاساتها، لأننا نتحدث عن أن أحياء دمشق تصبح خالية من المسلحين. أحسنت، بكل تأكيد الخطة الاستراتيجية التي انطلقت منها القيادة العسكرية السورية منذ أعوام فيما يتعلق بمنطقة دمشق، يعني انصب الاهتمام فيها على تصفية الجيوب المنتشرة على حزام العاصمة دمشق، والتي كان من المفترض في المخطط الموضوع لها من قبل أعداء سوريا أن تكون منطلقات اعتداء باتجاه العاصمة دمشق في نقطة ما، في مرحلة ما، في توقيت محدد تضعه تلك الدول من خلال العمليات العسكرية التي قام بها الجيش العربي السوري. ومن الضروري أن نؤكد على هذه المسألة، أننا وصلنا إلى هذه النقطة نتيجة العمليات العسكرية التي قام بها الجيش العربي السوري، وبالتالي كما قلت لك ابتداء من الحزام الجنوبي لدمشق والغربي والشمالي، والآن اليوم نحن أمام تصفية آخر تلك الجيوب التي كان يعيث فيها الإرهابيون فسادا، دعيني أقول داخل الخط الذي يفصل ما بين دمشق والغوطة الشرقية، أتحدث عن ما يعرف بالمتحلق الجنوبي، في هذا الاتجاه باتجاه الغرب بقيت هذه الجيوب فقط، نتحدث عن برزة والقابون والمخيم ويلدا وبيلا وتلك المناطق، هي آخر المناطق التي بقيت، عدا طبعا أتحدث ما هو شرق المتحلق الجنوبي أي الغوطة الشرقية. هذه المناطق اليوم بدأت عملية المصالحة فيها، وأعتقد أنها لن تأخذ وقتا طويلا حتى تنجز في هذا الصدد، والفضل يعود في ذلك بالدرجة الأولى والأخيرة للجيش العربي السوري ولإبطال هذا الجيش ولتضحيات هذا الجيش والدماء التي بذلوها في سبيل تأمين العاصمة دمشق وتأمين سكان دمشق. وهذه المسألة بطبيعة الحال تجري على قدم وساق في كل المناطق التي يتواجد فيها الجيش العربي السوري وليس فقط في مدينة دمشق. بكل تأكيد نوجه تحية لهذا الجيش، نوجه تحية لي وعناصره كافة ولشهدائه ولجرحاه، نتمنى الشفاء العاجل على هذه الإنجازات التي نحييهم عليها، والتي لا يمكن أن نجد في أي قاموس من قواميس اللغة كلمات تستطيع أن تفيهم حقهم وأن تفيهم جزءا يسيرا مما قدموه في هذه الحرب الظالمة التي تشن على سوريا. أعود إليك دكتور وائل، الوزير المعلم بالحديث عن مسار جنيف قال بأنه يراوح مكانه لأننا لم نلمس بصدق وجود معارضة وطنية تفكر ببلدها سوريا بدلا من تلقيها تعليمات من مشغليها. هل يعني ذلك بأن الجولة المقبلة من جنيف سوف تخرج دون نتائج في تكرار لمشهد الجولات السابقة دكتور وائل؟
هلا في الواقع بالنسبة يعني كلام الأستاذ وليد المعلم هو ناتج عن خبرة نعم وعن تكرار مؤتمرات جنيف المتلاحقة، وفي كل مؤتمر من هذه المؤتمرات كان نواجه معارضة تدعي بأنها معارضة سياسية، ولكن للأسف كانت نعم، للأسف بأننا فقدنا الاتصال بالدكتور وائل. أحيل السؤال إليك أستاذ باسم، الجولة المقبلة من جنيف هل ستكون مشابهة للجولات السابقة أي دون حصول تقدم في هذا المسار؟ نعم، أنا سعيد في الحقيقة أنك أعدت هذا السؤال لي. تحدث ضيفك الكريم من بيروت قبل قليل عن هذا الموضوع، بأن يعني ما جرى اليوم هو توجيه رصاصة الرحمة على مؤتمر جنيف. أنا فقط أريد أن أوضح بضعة نقاط يعني تجول في ذهني في هذا الصدد ما يتعلق بجنيف. عندما وافقت الدولة السورية على الذهاب إلى سلسلة مؤتمرات جنيف، كان الغرض من ذلك هو محاولة طرق أي باب كما نعلم يهدف في نهاية المطاف أو يوصل في نهاية المطاف إلى مسألة إيقاف نزيف الدم السوري. مع فشل المؤتمرات الواحد تلو الآخر، جرت المقاربة بطريقة مختلفة، وهي ضرورة التعامل مع الواقع على الأرض في سوريا، أي مع تلك التنظيمات التي تحمل السلاح على الأرض في سوريا، ومحاولة جلب من يمكن منهم ومن يقبل منهم إلى طاولة مفاوضات في يعني في مسعى آخر يتم محاربة أولئك الذين يرفضون، بالإضافة إلى جبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية المصنفة كذلك. مؤتمر أستنا عزيزتي، المراد منه أساسا والمنطلق النظري منه دعينا نسميه هو أن يكون أرضية تساعد على انطلاق عملية سياسية لاحقا، إن كان في جنيف أو غير جنيف. هذه مسألة يعني حتى تكون واضحة للجميع، أنه يجب أن يكون هناك عمل على الأرض، أولا من خلال إنشاء كما قلنا مناطق تخفيض التوتر، هذه طبعا سبقها مسألة الهدنة أو وقف العمليات القتالية دعينا نسميها اليوم مسألة مناطق تخفيف التوتر. الغرض من كل هذه الإجراءات التي نتجت وخرجت مؤتمر أستنا أن تكون أرضية يمكن البناء عليها سياسيا، إن كان في جنيف أو غير جنيف. وأنا قلتها سابقا وأقولها مجددا، المؤتمر الوحيد السياسي أو الحوار السياسي الوحيد الذي يمكن أن أنظره بعين التفاؤل كمواطن سوري أتحدث، هو ذلك المؤتمر الذي يعقد في دمشق. لماذا في دمشق؟ لأنه في هذه الحالة يكون جميع المشاركين فيه هم عمليا فعلا سوريون، يمثلون مصالح سوريين، يمثلون آراء سوريين، بعيدا عن مصالح الدول الخارجية التي تدعم هذا الطرف أو ذاك من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم معارضين. لماذا يفشل جنيف؟ بكل بساطة كما أكد السيد الوزير المعلم وكما نعلم جميعنا أساسا، بأن هؤلاء الذين يذهبون للتفاوض نيابة عما يسمى المعارضة السورية كلهم وجميعهم هم عملاء لدى المخابرات التي تديرهم، وهم يتلقون الأوامر بشكل لحظي ومباشر بما يقولون لا بالأساس إن كانوا سيذهبون أم لا. فإن ذهبوا يذهبون بأمر من تلك الدول التي دعمهم، وإن لم يذهبوا كذلك نتيجة أوامر جاءتهم بعدم الذهاب. وكل ما يقومون به في تلك المؤتمرات ناتج وناجم عن رغبات تلك الدول التي تدعمهم، ومن هنا يأتي هذا الفشل، ومن هنا ينظر يعني يأتي عدم التفاؤل تجاه أي مؤتمرات تحصل في هذا الشكل. لكن مع ذلك نقول بأن الأرضية التي تصنع في الميدان في الداخل السوري من الطبيعي أو من المفروض في نهاية المطاف أن تصل بنا إلى نقطة ما يكون فيها مسألة الشروع في حل سياسي والسير في حل سياسي ممكنة، بعد أن يتم كما قلنا مسائل هامة جدا هي مسألة الفصل ما بين التنظيمات المسلحة، ما بين تلك التنظيمات التي وقعت وبين التنظيمات الإرهابية. هذا شرط أساسي ورئيسي، ولا يمكن الوصول إلى أي اتفاق لا ميداني ولا سياسي ما لم يتم تجاوز هذه النقطة بشكل كامل وواضح. وبما أنك عدتنا إلى الميدان من جديد أستاذ باسم، أختم معك بهذه النقطة باختصار لو سمحت لي. المرحلة المقبلة ما بعد تنفيذ هذه الاتفاقية المتعلقة بمناطق تخفيف التوتر في سوريا، سنكون أمام زخم في الميدان بما يتعلق بالحرب على الإرهاب، وكما تحدثت توجه إلى دير زور، وعن المسار الآخر أيضا الذي يسير بالتوازي وهو المصالحات ونشر التعميم لهذا المشهد في أكثر من منطقة بطبيعة الحال. نعم صحيح، بالنسبة للقيادة السورية والجيش العربي السوري ستكون هناك عين على المناطق التي شملت في هذا الاتفاق،
لمراقبة أي خرق تقوم به تلك التنظيمات في تلك المناطق، والعين الأخرى ستكون موجهة باتجاه الشرق وتنظيم داعش الإرهابي وباتجاه دير الزور تحديدا والمناطق التي تفصل جميعها، تحدث إن كان من الناحية الجنوبية أو الوسطى أو الشمالية لهذا المحور الذي يمتد من غرب سوريا وصول دير الزور. إذا رسمتيها في 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 خيالك بهذا الشكل، خطوط جميعها تنطلق من شمال العرب ومن جنوب دمشق، وهذه الخطوط جميعها تلتقي في دير الزور. أعتقد بأن هذا من الناحية الميدانية هذا سيكون هو الواقع. بكل تأكيد انعكاسات هذا الواقع على الساحة السياسية أو الميدان السياسي سيكون لها تداعيات هامة جدا. هناك مساعي مستمرة من قبل الجانب الروسي للوصول إلى مرحلة تضع جميع الأطراف المساهمة في هذا الوضع الداخلي في سوريا أمام مسؤولياتهم في هذا الصدد. الأمور ستكون واضحة وشفافة إلى أقصى الدرجات من اليوم فصاعدا. لم يعد هناك مجال إطلاقا لهؤلاء للمناورة. الأمور باتت إما أبيض أو أسود. لم يعد هناك رمادي في هذا في هذا الموقف اليوم، لأن الأمور باتت واضحة على المستوى الميداني والسياسي أعتقد كذلك. كما قلت لك، هذا الارتياح الذي لمسناه على محيى السيد الوزير المعلم ناتج من ارتياح القيادة السورية، وهذا الأمر نلمسه جميعا، يعني كل من في الداخل السوري لابد أنه يلمس هذا الارتياح. بكل تأكيد هو ناجم الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وثقتنا الكبيرة التي لا حدود لها بهذا الجيش الأسطوري الذي صنع المعجزات خلال السنوات السبع الماضية، وهو سبب تفاؤلنا وهو سبب ثقتنا بأن النصر قادم لا محالة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ باسم شحاوي الكاتب والمحلل السياسي. الشكر موصول لكم مشاهدي الإخبارية سوريا أينما كنتم. ترقبوا التطورات عند الساعة الرابعة في استديو الحدث مع الزميلة روبا الحجلي. في أمان الله.